تحتاج تريبينا. في إطار المخطط الأمني المعتمد من طرف مصالح أمن ولاية مدية الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة من طرف مصالح الشرطة لولاية مدية قصد مرافقة المواطنين وتوفير لهم أمن والحماية خاصة في الفترة الليلية أو بعد الإفطار في العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان، وذلك استعدادا لعيد الفطر أين تشهد إقبال وتوافد كبير للمواطنين على مستوى الفضاءات التجارية وكذا الساحات العمومية. وضعت أو دعمت مصالح أمن ولاية مدية ومختلف وحداتها في تشكيلتها الأمنية المعتمدة أو على مستوى هذه المرافق والأماكن التي تهدف أساسا أو يهدف هذا المخطط أساسا إلى توفير أمن وسلامة المواطنين وكذا الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.